بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جبنا لكم وصفة حلوة قوي، وهي اقتصادية وبصراحة بسيطة، مش هتكلفك كتير. كمان هنا جبنا ربع كيلو لحمة مفرومة. ايوة، ربع كيلو لحمة مفرومة. ما تستغربيش، انت ممكن تعملي بربع كيلو بس الوجبة بتاعت النهاردة دي، وخليكي معايا عشان نشوف الطريقة. هنا جبنا ربع كيلو لحمة مفرومة وبهارات بتاعتنا: فلفل أسمر ومكعب واحد ماجي وجنزبيل وملح والبهارات بتاعتنا اللي هي 7 بهارات، وهنا بصلتين مبشورين وفلفل ألوان اهوت قطعنا حتت صغيرة كده على رفيع برضو، عشان برضو ما يبقى الحجم بتاعه تقيل، ما يبقاش تخين كده، يبقى مش هينفع في العيش بتاعنا، ما يبقى على رفيع كده هيبقى حلو. هنا جبنا اللحمة المفرومة اهيت، وهنحط عليها بقى البصل المفروم ده، قطعناه طبعا عملناه بالمبشرة برضو عشان يبقى رفيع. وهنا جبنا الفلفل الألوان اهوت، حطيناهم على بعض. وهنا البهارات بتاعتنا، شلنا طبعا جوزة الطيب دلوقتي، جبنا البهارات بتاعتنا اهوت: جنزبيل وملح وفلفل اسمر وبهارات، 7 بهارات، ومكعب الماجي بتاعنا اهو برضو حطيناه. تفركيه كده بايدك عشان بس ميبقاش محبب في الاكل. وهنا جبنا جوزة الطيب اهوت، هناخده رشتين بس، حاجة بسيطة يعني، يعني بتديلها طعم حلو قوي. اهو يا جماعة حطينا بقى كله على بعض، ابتدينا بقى كده ندخل كل المكونات في بعضها. تشربي كل اللحمة المفرومة مع البهارات مع الفلفل والبصل مع كل حاجة كلها ببعضها كده، عشان برضو اللحمة لما بتشرب من الحاجات دي بتبقى لها طعم تاني خالص. بصراحة أكلتنا النهاردة هي العيش بلحمة، بس بصراحة مش مكلفة خالص، ولا تطلعي بقى ولا تعملي برا البيت ولا أي حاجة، في بيتك كده تعملي اللي انت عايزاه. ايه يا جماعة اتعملت بقى كده، لو عايزة تسيبيه 10 دقايق ماشي، مش عايزة براحتك اعمليها على طول. برضو هنا عملناهم، هم طلعوا 5 ترغيفة كده. هتكوريهم طبعا حسب العيش اللي عندك. هنا جبنا الرغيف اهو، فتحناه من النص، نبتدي بقى ناخد واحدة كده، نزلنا بقى في العيش كده، بططناها واحدة واحدة. تفردي اللحمة على العيش كله على أرضية الرغيف اللي معاكي. اهو يا جماعة فردناه كله، بس كده، وتروحي قافلاه بقى. خلاص كده نجيب واحد غيره. الرغيف ده تقريبا كده مش هيجي معايا خالص. نركنه بقى ونجيب غيره كده نعمل بيه. اهو ده كويس اهو، فتحناه برضو وحطينا بقى برضو اللحمة بتاعتنا فيه. تحاولي تدخلي اللحمة في العيش كله، متسيبيش حاجة فاضية فيه. هنا برضو جبنا واحد اهو تاني، تفردي كده اللحمة كلها بحيث ما تبقاش فيه حاجة فاضية. هما عملوا معايا حوالي 5. انت بقى عايزة تعملي اكتر عايزة تعملي اقل، حاجة بقى براحتك انت يعني.
بصراحة هي مش مكلفة وسهلة قوي وبتخلص على طول، يعني ما فيش حوالي 10 دقايق بتكون مخلصة. بصراحة ما بتعملي حاجة ببيتك وبإيدك، بتبقى نظيفة جدا بدل بره والميكروبات اللي انت عارفة اليومين دول. فانما الحاجات في بيتك احسن بكتير قوي. هنا جبنا الجريل بتاعنا اهوت ودهناه كده دهنة بسيطة كده بالفرشة، بس لازم تحطي زيت عشان الرغيف معاكي استوى اللحمة اللي فيه. سخنا الجريل كويس قوي وحطينا بقى العيش اهو. هنا هنحط بقى رغيفين لان في مكان فاضي تاني. هو طبعا العيش مش كبير قوي، هما دول بس الاتنين الصغيرين اللي معايا. تحاولي بقى تتكي كده بايدك شوية بحيث ان اللحمة برضو البخار بتاع الجريل اللي يدخل في اللحمة نفسها. حاجة بسيطة يعني كده اهي، ما شاء الله قلبناه صراحة تحفة. هو خد لون كده جميل اهو، بصوا يا جماعة لونه جميل قوي بصراحة، لونه يفتح النفس. كده عملناه على الوش التاني هو، بحيث برضو ياخد السوا بتاعه. هي الميزة اللي فيها كمان ما بتاخدش وقت خالص. هنا جبنا برضو واحد دهوت كبير بقى، رغيف كبير كده وعملناه، خد وش برضو كده وقلبناه. تيجي بقى تلفي تدي يعني لفة كده بسيطة، طول ما كل فترة كده لفة بسيطة بحيث ان ياخد الوش اللون اللي انت شايفاه ده. بصراحة لونه جميل قوي اهو، بصوا يا جماعة قلبناه برضه اهو. ايه رأيكم بقى في اللون بتاعه ده غير الطعم طبعا؟ ما بصراحة ما اقولكيش بقى، طعمه جميل قوي اهو. يا جماعة خلصنا العيش كله اهو، ايه رأيكم بقى النهاردة في الأكلة بتاعتنا؟ يا رب تكون عجبتكم، وهي بسيطة وسهلة. ويلا قومي بقى كده اعمليها لأولادك ولبيتك، بصراحة مش هتاخد منك وقت. اهو بصوا حتى اللحمة طالعة جميلة ومستوية من جوه ازاي، الفلفل الألوان كمان مديلها لون تاني وجميلة. والعيش مورق كده وبصراحة حلو قوي. اهو بصوا برضو اللحمة مستوية جامد اهي وحلوة. واللون تحفة بصراحة وألوانه جميلة ويفتح النفس. يا رب تكون الوصفة بتاعتي النهاردة عجبتكم، متنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مننا من أسرار المطبخ أنا وبنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.